السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله عاوتاني غندير معكم واحد الفيديو او عصير كيتواتى في هذه الفترة ديال يعني الخريف الشتا جاية، والمذاقات ما شاء الله كيتواتى، وخصوصا ان احنا هي هذه الفترة من هاد الفترة، يعني في هاد الفترة زعما في ميريكان كتكثر هاد القرعة الحمراء، راكم عارفين كيحتفلوا هما بداك العيد ديالهم. المهم كما كتشوفوا هنايا عندي جوج انواع ديال القرعة، سبحان الله. شوفوا هادي كي دايره ومن هنا كيفاش دايره، وهادي نورمالمون ما كيكونش هاد اللون هو اللي كيكون فيها، كيكون اللون شي شويه اورانج ولا كيمشي بحال هكا. انا لقيتها محلوهش بزاف، فقلت اشنو ما غاديش نضيعها، اكيد غادي نصايب بها عصير. فكما كتشوفوا معايا هما هادو، يعني نقيتهم، بغيتو تسلقوها بغيتو تخليوها كما هي. عندي هنايا واحد سميتو هادي سكينجبير، هاد المورسو ديال سكينجبير. عندي هنايا دانون، المهم دانون كيما كان، انا اختاريت هذا بالبلوبيري على حسب الذوق ديالكم، والقرفه كتماشى مع هذا العصير بشكل يعني اجربوه ردوا عليا. وخلاص غنحتاجوا لهذا الفانيلا، اي الفانيلا كما كانت، وغادي نحليو بالعسل ان شاء الله. صافي هادشي اللي عندي ان شاء الله، غادي نجيب باش نبدا نطحن. جربوا البنات هذا العصير وردوا عليا ان شاء الله كيجي زوين. واصلا السكينجبير قلت لكم مفيد لهاد الفتره، وسميتو عمرتها، والحاجه اللي وليداتكم ما كياكلوهاش ليكم استعملوها في شي حاجه اللي ما يردوش ليها البال كاع، ما يعرفوها لا كاين فيها شي عصير ولا فيها، يعني خبيو المذاق، خبيو المذاق ديال. غادي ندير شي شويه ديال الفانيلا، وغادي ندير الماء. اللي بغى يطحنها بالحليب يطحنها، ولكن انا كنفضلها بالماء. اوبس، صافي انا غادي نطحن، غادي نطحن ونرجع معكم ان شاء الله. انا باقي ليا باش غادي نكمل الطحين، بغيت غير نوريكم كيفاش كيجي الشكل ديالو وعاد المذاق. نتوما كتحكموا ديك الساعه واش بغيتوه يعني سائل بزاف ولا لا. انا هكا راه مزيان عندي، مازال غادي يدخل الثلاجه. بغيت غير نقول لكم شي مره كتكونوا مزروبين كتبغيو ديروا شي عصير وما كيكونش يعني عندكم الفواكه يعني بارده، ممكن ديروا في الفواكه، ديروا فيها قطع ديال الثلج. هادشي اللي بغيت نقول لكم. صافي انا غادي نستمر نكمل هذه الكميه اللي عندي ان شاء الله، ونرجع معكم الطبق النهائي. صافي البنات كما كتشوفوا معايا الفيديو ديالي هنا كيسالي. العصير ها هو كتشوفوه كما كيجي ثقيل، كيجي بنين. داك الزنجبيل مع القرفه كيعطيه المذاق زوين وثقيل، ما كيجيش عصير خفيف. انا كيعجبني العصير يكون بحال هكا ثقيل. كنتمنى يا ربي تجربوه ويعجبكم، وكيف العاده كنقول لكم الى عجبكم ما تنسونيش من لايك وتعليق. اللي مازال ما اشترك كنقول ليه اشترك، فعل الجرس باش يوصلك كل جديد. الفيديو هنا كيسالي، كنقول لكم السلام عليكم، في امان الله.